احمد، انت من اكتر الاماكن اللي بتحب تلعبها وانت في الملعب ايه؟ يعني احنا دايما بنشوف احمد ناحيه الشمال، هل ممكن تلعب 10؟ هل ممكن تلعب ده المين بوزيشن اصلا بتاع رقم 10؟ المين بوزيشن يعني المكان الرئيسي بتاعك. ده رقم 10، بس بلعب طبعا رايت وينج موجود، ليفت وينج موجود عادي، بس المركز الاساسي اللي كان بتاعي اصلا كان رقم 10. امال ليه احنا دايما بنشوفك ناحيه الشمال؟ بغض النظر عن ان المدير الفني عايزك هنا، لكن انا بتكلم على انت ليه دايما انت يعني حتى مع سموحه كنا بنشوفك كده. يمكن اخر فتره مع سموحه لعبت ليفت وينج، لعبت شويه في اخر فتره، اخر 6 7 ماتشات، لكن الطبيعي بتاعي ان انا بلعب رقم 10. ممكن اغلب اهدافي اصلا موجوده مع سموحه من جوه الملعب، من ناحيه ده في الاخر، في اخر ماتشات كانت يعني من ناحيه الشمال. يعني انا شفت لك جون حلو قوي. ده كان اخر كام ماتش كان من ناحيه الشمال، لكن معظم الاهداف في سموحه بتلاقيها قريبه من ال 18 في نص الملعب كده. بس وبرده كان في كام هدف برده جبتهم في النادي هنا من برده قريبين شويه من الشمال. يعني مثلا جون الهدف الاسماعيلي ده كان من على الخط ال 18، كان موجود من نص الملعب. لا بس انت مثلا الجون الاخير في المريخ كان جاي من ناحيه الشمال داخل ومرقص لجوه. بالظبط بالظبط، هو في اهداف. انت بتحب الاماكن ده اكتر يعني ولا لا مش فارق معاك؟ مش فارق لي خالص والله خالص. بس انا بتكلم اصلا كان مركز الاساسي رقم 10، لكن انا مش فارق لي العب شمال يمين في النص عادي.